سهيلة عثمان مرشحة عن ضيف محرم بيه فرج مستقل رقم 18 رمز ورقة الشعر. لما تقدمتي بأوراقك الانتخابات كان في مشاكل قابلتيها؟ المشكلة الوحيدة اللي قابلتها الزحمة، كانت بطريقة كله كان عايز يلحق اللي كان بيلحق، فقمت جاية بصراحة ما قدرتش، ما حاولتش ان انا اقف في الزحمة دي، فعملت توكيل للمحامي ان هو قام بتقديم الأوراق. سبب ترشحك ايه؟ سبب ترشحي اهلي دايرتي، اللي هم اهلي واهلي دايرتي هم اللي طالبين مني الترشح، يعني يفضلوا ان انا امثل الفئه المهمشه الفقيره البسيطه دي، ان حد يمثلهم ويوصل صوتهم تحت البرنامج. طب ايه اللي جبتيه في برنامج الجديد هتقدميه؟ بص هقول لحضرتك حاجه، الكلام كتير قوي، ممكن اكتب برنامج، اي حد فينا ممكن يقدر ان هو يعمل برنامج عظيم وخطير قوي قوي، بس اللي بيقول لك الكلام ده كلام، احنا عايزين ده كلام، كلام بيتقال، احنا بقى دلوقتي الايام دي مش كلام، احنا عايزين افعال. انا ممكن اكلمك عن المراه، اكيد انا عامله برنامج وعامله برنامج قوي وكل حاجه، بتكلم فيه عن المراه وعن التعليم وعن الصحه وعن ذوي الاحتياجات الخاصه، بتكلم فيه عن البطاله وعن المشكله اللي بتعاني منها اسكندريه من شبكه الصرف الصحي، بتكلم عن كل ده، بس امتى الكلام بتاعنا ده يتحول لافعال؟ امتى الكلام ده يترجم ويبقى قوانين الشارع، نبض الشارع يحس بيه، الناس العاديه البسيطه دي تحس ان انا نفسي اوصل للمكان ده، احول لهم الكلام ده لافعال، احولهم قوانين تفعل يحسوا بيه.